لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. عمارة مسكونة في الجزائر في ولاية خنشلة بالضبط منطقة توزيان تهربوا كمسكن عمارة بسبب صوت عياط من واحد الشقة في العمارة. كيدخلوا يشوفوا واش كاين ما لقاو حتى واحد، يقولوا بلي صوت تجنية. بزاف ناس ما صدقوش الخبر، قالوا بالك دراري يتمسخروا. مسكن عمارة قالوا بلي الصوت يتنقل من طابق لطابق، يعني راه في كامل العمارة. من داك تضحك ومن داك تعيط. شخص من ولاية خنشلة ما صدقش الموضوع، راح باش يتأكد، دخل العمارة وسمع الصوت وعرف بلي صح. سكان العمارة راح جابوا راقي قام برقية العمارة ويقولوا بلي الصوت اختفى. وش رايكم انتوما؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في فيديو النهاردة عن حقيقة الجنية التي ظهرت في عمارة بولاية خنشلة في الجزائر. واكيد انت بما انك جزائري عرفت بهذا الخبر او سمعت عنه، لأن منتشر جدا على السوشيال ميديا وعلى التيك توك وعلى كل منصات التواصل الاجتماعي. وإحنا في فيديو النهاردة هنعرض ليكو تسجيل صوتي من الجيران داخل العمارة ورد فعل سكان العمارة بعد سماعهم هذا الصوت، وهل هذا صوت جنية حقيقي أم صوت راديو مسجل. هتعرف كل حاجة، ولكن تابع الفيديو للنهاية وما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. يلا بينا على الفيديو. صراخ غريب لامرأة يثير الرعب ويهجر سكان عمارة في خنشلة. عاشت طيلة يوم الجمعة وإلى غاية السبت مدينة تاوزيان بولاية خنشلة حالة من الرعب الشديد إثر حادث غريب من خلال سماع صراخ في شقة شاغرة ومغلوقة تقع في قلب عمارة بمخرج المدينة. وهذا الصراخ هو صوت امرأة وكأنها تطلب المساعدة، حيث قام الجيران بدعوة صاحب المسكن الذي كان غائبا وأخبروه بأن بيته فيه سيدة لا تتوقف عن الصراخ الذي سمعه كل سكان العمارة وكل من اقترب من باب الشقة. وقد حضر صاحب المسكن مسرعا، وبعد تفتيش غرف الشقة لم يعثروا على أي شيء، ولكنهم بمجرد غلق الباب الحديدي الخارجي للشقة يسمع صراخ المرأة من جديد وكأنها تستعمل مكبرا للصوت. بحسب من تحدثوا من أهل المنطقة، وبمجرد فتح باب الشقة يتوقف الصراخ، وبلغ هلح سكان العمارة المسكونة المتكونة من 4 طوابق أن غادروا جميعا إلى ذويهم في مناطق أخرى وعادوا صباح أمس السبت. يجرهم الفضول لمعرفة آخر مستجدات هذا الصراخ الغريب. وبعد تكرار الأمر وانتشار حكاية ما سموها بالجنية التي تقيم بشقة من 3 غرف، قرر بعض الجيران المقيمين بالعمارة مغادرة مسكنهم باتجاه أهاليهم خوفا من مصير مجهول ربما ينتظرهم، على حسب قولهم، ولأن أبنائهم سكنهم الرعب بعد انتشار إشاعات ممزوجة بالخرافة في ظل عجز عن تفسير الظاهرة. في حين استنجد سكان المنطقة بمن فيهم صاحب الشقة
من داخل ومن خارج المدينة لعل وعسى أن يجدوا الحل لهذه الحادثة التي اتضحت على لسان العالم وتناقلها رواد الفضاء الأزرق ما بين استغراب والمبالغة أيضا. وبس كده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يلا بقى نسمعكو التسجيل الصوتي ورد فعل الجيران وسكان المنطقة أول ما سمعوا صوت الجنية. نسيبكوا تشوفوا الفيديو، وأتمنى إن الفيديو يكون نال إعجابكم. وبس كده يا جماعة، سلام عليكم. هاي أنا خلقي، هاي أنا خلقي، شوفوا خلقي، شوفوا. آه شفتوا؟ هاي ولا هي؟ ما شريت خايف يا لا بتحمل زين. زيدي لنا واحدة خمرك على الله أكبر. اروح عليهم اروح. خلاص لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.